يا حيوان والله ما العب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندر وبندرتون، مقطع جديد. في هذا الفيديو راح نلعب لعبة ماريو ميكر، وكالعادة مراحلكم مرة في مراحل كثيرة مرة والله، فما أدري حتى متى راح تمشينا، بس إذا كان برضو عندك مرحلة اكتب لي في الكومنت وإن شاء الله نلعبها. شكرا شكرا شباب، والله دعمكم مرة رهيبة، يعني ما أدري إيش أقول والله، بس شكرا لكم، سواء دعم على ماريو ميكر، على الفيديوهات كلها، على بلاك أوبس مرة دعم رهيب، فإن شاء الله بكرة بلاك أوبس إن شاء الله. طيب خلونا نلعب دحين. طيب يا جماعة، أول مرحلة راح نلعبها من سعود اللي أول سوى مرحلة مدري كيف، فهذه المرحلة for Bandretta and his friends طيب شكلها والله صعبة، لكن إن شاء الله نعديها. يلا خلونا نبدأ. بسم الله بلاي. أوكي إن شاء الله نجيبها إن شاء الله. يلا يهو، هذا أقدر أسوي عليه. دقيقة. أوكي لا كذا لا. دقيقة يعني إيش أسوي؟ لا يا شيخ لا تقول لي، مستحيل. لا مستحيل. دقيقة خلنا أتأكد، يمكن في حاجة سرية. طيب إيش أسوي؟ ايش اسوي؟ لا تقول لي لازم انقز كذا بعدين اوصل هنا بعدين ارجع انقز على هذه. او شيت مان. طيب خلنا نجرب يلا. لا دقيقة. لا اوه جبتها بس مت. اوكي روح. لا متأخر يا الله يا الله، والله أول مرة جبتها. كيف؟ هل أجي هنا في هذا البنفسجي ولا فين بالضبط؟ يهو كيف أول جبتها؟ مدري جبتها بس إيش أسوي؟ When you try your best but you don't succeed. يا جماعة من اول احس اقتلوني يا جماعة اقتلوني جلي. من اول احس انه لازم انقز واسوي. يسعود انت من اول مرحلة وحسبت ان الشغلة كلها الشغل نفسية كذا بس انقز، ما يحتاج تعطيها. بس يلا اموت، حسب المرحلة من اول شغل كذا. واحد كاتب لي سهلة، قلت سلامة كذا يعني النظام، بعدين تعطيه كذا وكذا. اوكي حلو حلو. لا المرحلة شكلها سهلة. اوكي او شيت مان. لازم انتظرها وقت صح؟ روح. اوكي طيب اوكي ارميها عليهم. يا سلام تشيك بوينت. اوكي لا اوكي ايش اسوي؟ في مفتاح. طيب دقيقة بس يبغالي اتفرمر عشان ابدا ادرك الامور كذا بعدين. يمديك يا بنده؟ ما يمدي كيف اروح هنا؟ طيب اوكي روح يمدي اطلعي. اتوك لا اوكي جبتها يس. اوكي يوشي تعال. اوكي هدي بس هدي الموضوع. اوه شيت مان هذا ينقز. لا مو زي الثري دو. اوكي طيب لا يا
شتمة. فين اروح؟ وارجع اعيد الخصيصة مرة ثانية. اوكي جبتها. طيب هدي بس، هدي 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 الوضع، هدي هدي هدي. لا جيب عليه. يس اوكي اوكي. طيب ها كذا خليني ضاغط عليه. ايوه اوكي. طيب خلنا شيك في حاجه فوق. في حاجه؟ لا ما في ما في. طيب نبغى تشيك بوينت ثاني. هاي اوكي. ما اقدر. طيب تعال تعال. دقيقة دقيقة، لازم الاشبح مي. كيف؟ يبدو انني ساموت يا شباب. ما اقدر اضحي بيوشي لاني احتاجه. يس يس اوكي اوكي. ركز معي. كيف؟ مستحيل. اشباح في كل مكان. روح روح بسرعة بسرعة. اوكي اوكي. طيب تشيك بوينت، تشيك بوينت، تشيك بوينت. اوكي اوكي. طيب اوكي متى تخلص هذه المرحلة؟ روح روح. لو لو عادي، اهم حاجة في التشيك بوينت. يلا يس اوكي. طيب ايش اسوي؟ مت. المفروض ذا اسوي. اوكي ووو ووو الفوز. لا والله. يس يس جبتها. الله حبتين اعطاه. طيب زي ما انتم شايفين شباب الاحتراف بندر. سعود نتمنى بس تصعب شوية. لا لا والله انسى لا انسى. طيب خلنا نعمل المرحلة اللي بعدها. طيب المرحلة اللي بعدها من M98 اللي في الحلقة اللي قبل برضو كان نسوي مرحلة. فهذه المرحلة الثانية راح نجربها ونشوف ايش اللي يصير معانا. ما ادري بس شكلها والله من الصورة مرة صعبة. يقول لك سوبر ماريو وورد دونت موف. ليه يكون ما يحتاج يتحرك؟ ما يحتاج يتحرك اصلي والله. واو والله هذه المرحلة كان نفسي اسوي زي هذه المراحل بس ما عرفت. لكن يا سلام. اوقف يعني ولا امشي برضو؟ يا عيني والله اصلي كبير والله. طيب اوكي المفروض ما اتحرك بس الباب هنا يعني تحركت. طيب ما راح اتحرك. ايوه يا سلام. يلا واحده ثانيه. اوكي ايوه يلا ها راح اتحرك. لا 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 والله امزح 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 امزح. خلني اوقف هنا. تمام ايوه اوكي. هاي ليه يكون عشان اتحركت؟ شكله عشان اتحركت. راح امشي مع هذا. اوكي والله شكله عشان اتحركت جبت العيد. طيب اوكي يا سلام. فين الفوز؟ طيب بس في مراحل هذه والله حلوة. بس في مراحل والله مرة تحس الدنيا ملخبطة حتى. هذا الفوز يس جبناه. والله احتاج مرحلة زي كذا من بعد حق سعود. طيب المرحلة اللي بعدها من فيصل اللي يعرفوا دائما مراحله والله مرة رهيبة. وفي مرحلة لعبناها في الفيديو اللي قبل، مو اللي قبل، في فيديو يعني
اللي هو كان يو اوبن ذا دور، بس هنا دحين مسوي كان يو اوبن ذا دور 2. يقول يا بندر ابغاك تجرب هذه المرحلتين، الاولى انا سويتها والثانيه لا ما سويتها، بس في البدايه حتحسب انه المرحله زي اللي قبلها اللي هو الاول اللي لعبناها. طيب خلونا نجربها ونشوف ايش اللي صار معانا. والله شكلها نفسه. طيب دقيقه خلني اشيك على الوضع قدام. نفس الشيء. طيب يعني لازم اوكي لازم نفتح باب. خلينا نشوف الباب هذا. نفس الشيء كان. طيب خلينا ندخل هنا شوف. والله نفس الشيء. طيب هو هذاك الغثيث الاول الغثيث. لا تقول لي موجود هنا. موجود. طيب واللي فوق مره انا ما ادري ليش جايب الزر هذا معايا، بس ما ادري. اوه في زياده ناس ترمي يعني. ارجوك اوكي. اوه طيب 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 دقيقه. مفتاح يا الله يا فيصل ارجوك لا تحط ناس ترمي. وانت بسرعه ادخل الباب. رجع لنفس المرض. اخ لو خليتك بس في مكانك. خذ بسرعة بسرعة بسرعة. اوكي كذا بعدين كذا. اوكي خبرة يبقى انت خبرة. اوكي معانا واحد غثيث فوق. اخ 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 فين اروح؟ غلطة غلطة العمر هذه يا شباب. طيب يا الله. اوكي اوكي ارجوك ارجوك ارجوك. طيب عاد هنا دحين ابدا لك الشغل هذا. اوكي اوكي لا لا. ارجوك ارجوك. طيب دحين وصلنا للمنطقة هذا. الله يستر. لو انه في حاجة ثانية يمكن انجلط. لو في حاجة اصعب ممكن انجلط. باب ثاني فتح لي فين؟ روح كذا ما ادري ايش اسوي. طيب ارجع. يا حيوان لازم اقتله. ومعايا ناس ترمي ما شاء الله ما شاء الله. ابداع بصراحة صراحة ابداع. والله تنافق يا تنافق والله. يا حيوان والله ما العب. بس شباب نوصل لنهاية الفيديو. لا تنسوا تقيمون المقطع وتعطوني لايك، وإذا كان عندك مرحلة اكتب لي في الكومنت. وبس يعني السلام عليكم. You could be larger than life.